أن الاتحاد من أول لحظة وقف مع الشعبين بكل ما تعني هذه الكلمة، وبدأ بنفسه حقيقة من حيث الواجب الإسلامي والواجب الإنساني. واليوم بهذه المناسبة أقدم حقيقة طلبا ملحا لأمتنا الإسلامية لتحقيق الأخوة الحقيقية في هذا المجال، لأن الأخوة في الإسلام ليست مجرد كلمة تقال أو مجرد خطبة رنانة أو ما أشبه ذلك. الأخوة هي حقائق لا بد أن تظهر على أرض الواقع من خلال البذل ومن خلال العطاء، كما عبر عن ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله حينما قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أنا أطالب باسم علماء المسلمين أن تتداعى هذه الأمة على هذه المنطقة، على هذا الجزء العزيز من جسدنا، جسد الأمة الإسلامية، نعم بكل ما تعني هذه الكلمة، تداعيا بالمال والجاه والإنقاذ وكل الوسائل والإعلام، تداعيا بالدعاء والقنوت والصلاة كذلك على الذين استشهدوا في هذه الكارثة.